إذن أهلا وسهلا بكم متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي الكرام في كل مكان. نرحب بكم من مدينة فاس العاصمة العلمية للمملكة. الله يكون في عوانهم، الله يكون في عوان المغاربة اللي غيبقاو متشردين في الشارع، يعني في هذه الأيام المقبلة ابتداء من اليوم. كان الناس اللي مازال بطبيعة الحال ما يعني يعني ما توفر لهم يعني الخيمات في المناطق المتضررة بالزلزال، والتوقعات المطرية تشير إلى احتمالية نزول أمطار قوية مجموعة من المناطق، من بينها المناطق اللي غتشملها الأمطار المناطق ديال الزلزال. فكيفاش غيديروا لربما يعني يتصرفوا، وكيفاش غيديروا لربما كيفاش غيتم تدبير المرحلة؟ هذا هو السؤال المطروح. كيفاش غيتم التعامل في ظل هذه التساقطات ديال الخير اللي غتعرفها بلادنا إن شاء الله، حسب المديرية ديال الارصاد الجويه اللي قالت بانه غيكونوا امطار ديال الخير ان شاء الله باذن الله ابتداء من اليوم. فوالله العظيم البال ديالنا كله مع خوتنا المغاربه اللي الان في لي طونت، اللي الان في الخيمات. كيفاش غيتم لربما يعني التعامل معهم؟ واش غيتم نقلهم للمراكز ديال الاصطياف والمؤسسات بطبيعه الحال اللي فيها باش يكونوا بطريقه مؤمنه؟ واش غيبقاو في يعني في هاد لي طونط، في هاد الخيام بشكل مؤقت؟ ما عرفناش كيفاش غيتم تدبير هذه المرحله. واكيد خوتنا المغاربه الاعزاز، الناس اللي غيصيفطوا المساعدات الغذائيه، ما نبقاوش نفكروا فقط في المساعدات الغذائيه، نفكروا كذلك في الاغطيه وفي الالبسه، لان راه البرد كيكون تما في المنطقه ديال مراكش في الحوز، كيكون البرد قاصح. فخوتنا المغاربه محتاجين للاغطيه، محتاجين الملابس ديال البرد، لان دابا جاي غير البرد، محتاجين ملابس البرد. نتمنى على ان الناس اللي كيصيفطوا المساعدات يفكروا كذلك في كاينين واحد يعني هانتوما شوفوا المساعدات تبارك الله ما شاء الله، هانتوما شوفوا شحال جمعوا الناس هنا على مستوى الدكارات، شوفوا الخيرات تبارك الله، البطانيات هما الناس مواجدين لهم، يعني المغاربه الحمد لله ما نساوهمش، مواجدين لهم المالطات وموجدين لهم البطانيات وموجدين لهم الفراشه. هو شوف ان شاء الله خوتنا المغاربه ما غيبقاوش في البرد، واكيد الجهات المسؤوله ما غتخليهمش في البرد. شوفوا شحال ديال الفراش اللي وجدوا لهم طبيعه الحال، شوفوا الحمد لله هادشي كيفرح، يعني الموجه ديال البرد. الناس المغاربه عارفين بان راه جاي البرد وكيرسلوا في المساعدات ديالهم، راه كيرسلوا الفراش، كيرسلوا يعني المالطات، كيرسلوا يعني الحوايج اللي غيحتاجوها، لان الماكله الحليب والتمر وهذا راه ما غيحتاجوش ديما. الحليب والخبز راه كيضيع، كاين دابا الناس كتصيفط الخبز راه كيضيع، ولكن البرد راه غينفعهم المطلات، هاد المالطات اللي كتشوفوهم الان وهاد الفراش اللي كتشوفو راه غينفعهم في البرد كامل. لا بقاو حنا نتمناو صادقين باش ان ربما يتم الايواء ديالهم. الفكره اللي قال الخصم ديال الايواء ديالهم في مراكز ديال الاستقبال فكره رائده، فكره ديال المعلمين، ماشي مراكز الاستقبال، مراكز ديال الايواء، ديال مراكز ديال الاصطياف وديال الايواء، هذيك فكره ديال المعلمين. نتمنى لان المسؤولين يلتقطوا الاشاره ويتم التحرك لايواء خوتنا المغاربه، ما يبقاوش اكيد في الشوارع، راه مازال كنشوفوهم ناعسين في لي طونط، اكيد ما غيقدروش دابا يدخلوا لديورهم، لان مازال كاينه هزات ارتداديه. قبيله تسجلت واحد الهزه ارتداديه باكثر من 4 ديال الدرجات وشي حاجه، 4 فاصلة شي حاجه قبيله هزه ارتداديه. انتم كتشوفوا المغاربه مازال كيجمعوا يعني الفراش، كيجمعوا ها انتم شوفوا اخوتي العزيز، شوفوا شنو موجدين المغاربه فين ما مشيتي، في كل حي غتلقاو طبيعه الحال غتلقاهم موجدين الفراش، موجدين المالطات، موجدين لان خاصه دابا الان في ظل البرد اللي جاي، فخاصنا نفكروا في هذه الامور، ما نبقاش نفكروا فقط في الحليب وفي الخبز وفي اتاي، نفكروا في هذه الامور اللي غتفيد المغاربه. انتم كتشوفوا غنمشي وغنواصل معكم لربما الحديث، واكيد بطبيعه الحال كنحاولوا لاننا نقربكم من هذا الموضوع ديال البرد اللي الان ما بقى. التوقعات ديال الارصاد الجويه تشير الى امكانيات، ماشي امكانيات وانما تشير الى تهاطل الامطار ان شاء الله باذن الله ابتداء من اليوم. حنا كاعلام ما علينا غير ننبهوا، نقولوها شنو خصو ربما في التيران، راه حنا دايرين اللي علينا، راه الزملاء قايمين بالواجب، وحنا عاوتاني هنا من المدن المغربيه راه حنا دايرين بالواجب، كنحاولوا لاننا ننبهوا المغاربه باش يرسلوا
المساعدات التي تخص يعني كل ما يتعلق بالبرد كاينين في في لو سوبر مارشي. خليكم معايا. قلت اخوتي العزاز كاينين في لو سوبر مارشي كيكونوا داك الغطاوات البروفيسيونيل، داك الغطاوات اللي كيستعملوهم يعني الشباب في التريب، كيتريبيو بهم، كيمشيو بهم المخيمات، كيمشيو بهم عرفتوهم هذوك لي طونط. بعدا الاولى لي طونط، بارطاجيو لنا هذا اللايف الله يكثر خيركم، غير نبهوا الناس. ها انتم كتشوفوا حتى فاس راه بدات السما بدات شويه كتسحب، لان كيقولوا بان العشيه غتكون الشاهنه، مجموعه من المناطق في العشيه غتكون تساقطات الخير ان شاء الله باذن الله. واللي انا والله العظيم الا التفكير ديالي كله مع خوتنا المغاربه اللي الان راهم في يعني في الشارع، راهم في لي طونط، كاين اللي عنده خيمه، كاين اللي مازالين. دابا البارح شفنا الزملاء بطبيعه الحال اللي كينقلوا لنا كل كبيره وصغيره، الزميل العقاوي، الزميل جليل، الاخت فاطمه الزهراء، الزميل الهلالي، كل الدراري اللي كاينين بطبيعه الحال، منير يعني الخليفه يعني الباشا، كل هاد الزملاء اكيد اللي كيتواجدوا في عين المكان، السي مصطفى، كلهم باش ما ننسى حتى شي اسم، فكيتواجدوا في عين المكان وكيحاولوا على انهم يديروا مجهودات لنقل الناس اللي مازال ما استفدوش من الخيام والمساعدات. راه كينقلوا لنا الصور اللي كتوصلنا البارح من جبل توبقال، اكيد من جبل توبقال شفتوا الناس، شفتوا لي زونفون الدراري الصغار كيفاش عايشين، كيفاش ربما مازالين ما عندهمش يعني مأوى، راه تعيش في طونط والشاو البرد، والشاو البرد ديال الحوز راه صعيب اخوتي، راه ماشي راه كيوصل لهم الثلج. ديك المنطقة ديال توبقال اللي كان فيها الزميل جالي البارح، فكيوصل الثلج حتى المتر ونص ديال العلو، متر ونص جوج متر، ايوا كيفاش غيديروا؟ راه جاي الوقيتة ديال البرد. فهنا خصنا ربما نوقفوا ما نوقفوش المساعدات ديال الأكل، المساعدات الغذائية، ولكن خصنا نفكروا كذلك في المساعدات اللي كتتعلق بالتوسكي يعني غطاوات مالطات، المأوى ديالهم فين، كيفاش غيديروا يسخنوا للفاخر، صيفطوا لهم يعني الامور اللي ديال التدفئه، غتقولوا الشوفويات ديال الضو ما غيمكنش، يعني الضو ما عندهمش. المهم واحد يفكر قبل ما يدير راسه هو تما في البرد في توبقال في الثلج، انت قبل ما تصيفط واحد المساعدات غدير راسك انت راك تمايا، راك انت في الشارع هكا، باش هكا ربما غتحس بالناس اللي كاينين تما. اسمحوا لي، غدير راسك انت هو اللي كاين تما، هذه احسن طريقه باش لان ربما نرسلو. ها انت شوف معايا، الله يكثر خيرك العزيز، وشكرا جزيلا على هذا البارطاج ديالكم، كتوصلوا الصوت كتفاعلوا. ملي غنبغي نرسل انا شي حاجه غندير راسي انا كاين تما دابا في الحوز، والزلزال داير بي يعني الهزات الاعتداليه مازال كاينه، وغندير راسي انا اللي غنبات في الزنقه وغيكون البرد ديك الساعات، انت اوتوماتيكمون غتفكر شنو خصك تشري، لا من ناحيه ديال الاكل، لا من ناحيه ديال الفراش، لا من ناحيه اوتوماتيكمون غيجيك البالك شنو خصك تشري. الا درتي راسك في عوض داك الناس غتفكر يعني بحالهم، وغتشوف الاحتياجات ديالهم، ناس محتاجين المالطات، محتاجين الجلالب داك السخان، محتاجين لان تما البرد قارس، محتاجين يعني مجموعه من الامور اللي غتساندهم في هذه المحنه ديالهم ساكن. والله العظيم الى الاقتراح كيبقى انا في النظر ديالي، راه كيمشيو الناس كيديو يعني الكاميونات والحافلات كيديو الناس، كيديو السلعه. علاش داك الناس ما نجيبوهمش؟ علاش ما نجيبوهمش للمدن؟ علاش ما نفتحوش دور الشباب؟ دور الشباب راه مفتوحين دابا كيجمعوا المساندات. علاش ما نفتحوش المقاوي ديال الاستقبال ديال الصياف، المقاوي ديال الصياف اللي كيتفتحوا في الصيف، علاش ما نفتحوهمش دابا؟ علاش ما نديروش فيهم داك الناس؟ راه مازال غيبقاو، مازال لان التعمير راه ماشي غتبني لهم الديور ما بين ليلتين وضحاها. راه شفنا البارح مهندسين مشاو تما كيشوفوا القريه النموذجيه كيفاش غنديروا نبنيوها، مشكورين على مجهودات الجبار اللي كيبدلوها، مشكورين، ولكن راه مازال الوقت، راه مازال ما غنقدروش، لاننا نبنيو لهم في سيمانه ولا في 10 ايام ولا في شهر ولا في شهرين كاع، راه الديور ما غيتبنوش في شهرين. اذا المأوى والمصير ديالهم كيفاش غيكون؟ واش فهمتوني دابا الفكره اللي كناقش؟ واش نتوما مع هذا الطرح ديال ان خص داك الناس اللي كاينين في كل المناطق هناك يتم نقلهم للمآوي ديال الصياف؟ واش نتوما مع هذا الطرح هذا؟ الا كنتو مع هذا الطرح خليولي التعليق ديالكم والراي ديالكم بطبيعه الحال. واش نتوما مع نقل الناس المتضررين من الزلازل، مع نقلهم للمآوي ديال الصياف،
اللي كتكون في الصيف واللي كيمشيو ليها يعني الوليدات والعائلات والاسر ديال المؤسسات الكبيره اللي الحمد لله كاينه في البلاد. مجموعه من المؤسسات عندهم مراكز ديال الصطياف في الصيف كيديو في ليهم الناس، كيديو ليهم العائلات ديالهم وكيديو ليهم. علاش ما نفتحوهمش دابا هذوك فيلات مجهزات يعني باحدث يعني التقنيات وفيها الفراش وفيهم كل شيء، علاش دابا ما نفتحوهمش اخوتنا المغاربه نديوهم يعيشوا بكرامه فيهم دابا في انتظار لانه يتم اعاده الاعمار؟ واش نتوما مع هذه الفكره هذه؟ عطيوني تعليقات وبارطاجيو لي هذا اللايف. ناس غيبقاو البرد جاي، راه خصنا نديرو حلول. ناس كاميونات اللي كيمشيو الحافلات اللي كيمشيو مشاو حطوا المساعدات الناس اللي يعني نجيبوا معنا الناس. انا كنقول غادي ملي يكونوا راجعين ما يرجعوش خاوين، يجيبوا معاهم الناس للمراكز ديال الاستقبال ديال الصطياف، وهكا غنكونوا لربما قدرنا ندبروا هذه الازمه ديال البرد اللي غتجي مع تزامنا مع الازمه ديال الزلزال، غنكونوا دبرناها بحكمه وبعقلانيه. واكيد هذا الاقتراح هو مقترح اللي جاء على لسان رئيس جماعه امو الزركندر مصطفى الخصب اللي خرج البارح من خلال فيديو قال هاد الامور هذه. قال كسيدي انا الدار ديالي كنفتحها للناس المتضررين من الزلزال يجيو عندي حتى يبنيو الدار ديالهم. وكنقول وكندعو المؤسسات باش لانهم كذلك يفتحوا يعني المآوي، يفتحوا المراكز ديال الصطياف، يفتحوهم للناس المتضررين، ما نخليهمش. راه كنشوفوا وليدات صغار، ويعني واحد القضيه ملي كنتحدث على وليدات صغار غادي نتحدث مع مجموعه من المؤثرين. دابا غنعطي القاصح وغنتحدث مع مجموعه ديال المؤثرين. كاينين المؤثرين اللي عجبوني صراحه، هاد الضجه الاعلاميه اللي واقعه، وهاد يعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي كذلك شفنا كل المؤثرين طلعوا مساعدات، برافو عليهم. ولكن راه خصك تعرف بان استغلال الوليدات الصغار باش لانك تطلع القناه ديالك، ولا باش لانك ربما تعطيه المساعده وتصوره، راه ما عندكش الحق تصور دريري صغير. تقول لي بان والديه بغاو، واخا يبغي والديه، راه الطفل الصغير بعيد منه. كاين اللي كشفنا يعني انتشرت بزاف ديال الدراري الصغار. علاش كتمشيو للدراري الصغار عباد الله؟ الدراري الصغار بعيدوا منهم، اعطيه ما تصوروش، صور امو ما كاين مشكل الا بغات، صور امو صور با الا بغاو، ولكن الدراري الصغار بعيد منهم ما تصورهمش. راه غيكبر، راه قاصر ديك الساعات، راه مازال قاصر. لا انا كنتحدث مع اليوتيوبر ومع القنوات، برافو عليكم، ما كاين مشكل، راه درتوا واحد المجهود جبار للتعريف بالقضيه ومشيتوا ودرتوا، برافو عليكم. هذه هي الاولى باش ما تفهمونيش غلط، ولكن في المقابل بعدهم دراري صغار، الناس اللي كيصوروا الدراري صغار يبعدوا منهم، الناس اللي كيصوروا الدراري صغار بعدوا منهم. القنوات عباد الله، شفنا قنوات دوليه كيصوروا الدراري صغار وكيبينوهم، راه ممنوع في القوانين ديال الصحافه والنشر، ممنوع على انك تصور دراري صغار في وضعيات اللي هي ما كتليقش بهم. المسموح، الحاجه المسموحه هي موافقه الوالدين في شي حوايج اللي هي في الصالح ديالهم، مثلا شي موهبه عندهم غيلعب مثلا كره، غيدير شي موهبه ديال الراس، شي حاجه اللي ما غتضروش، ولكن تكون موافقه الوالدين. ولكن شي حاجه اللي كتضر وخا بالموافقه ديال الوالدين ما تصورهاش، من اخلاقيات المهنه. انا ما كنعقلش لراسي ملي بديت هذه المهنه، ما كنعقلش لراسي صورت دراري صغار كنصورهم هكا كناخذ، الا الحالات انا قلت اللي كتكون موافقه الوالدين والمواهب اللي كيكونوا عندهم. بعدهم دراري صغار، راه بعدهم دراري صغار، راه ما تسيئوش، راه كديروا عمل جبار، ولكن بعدهم دراري صغار، بعدهم دراري صغار. بارطاجيو اجوا تشوفوا، انا معكم دائما في هذا اللايف، اجوا تشوفوا اخوتي العزاز، وصباحكم مبروك بعدا، صباحكم مبروك الخوت العزاز. بارطاجيو لي هذا اللايف، اجوا تشوفوا الرمايك. البارح درت نداء باش لاننا ربما الناس ناقصهم رمايك هنايا، اجوا تشوفوا راه جرموك، ها هما دابا ثلاثة د الرمايك عامرين ولا أربعة د الرمايك. شوفوا هذا المشهد هذا ديال السخاوة ديال وليدات فاس، ثلاثة د الرمايك عامرين. البارح الحمد لله البارح كنت درت نداء هنا، اجوا تشوفوا المشهد اخوتي، بارطاجيو هذا اللايف الله يحفظكم. البارح جيت وصورت واللايف تشاف يعني شي 100,000 مشاهدة في أقل من ساعة، تبارك الله، يعني تشاف اللايف. وأجو تشوفوا النداء اللي درت واش عطى لي فروي ديالو، لأن بالبارطاج ديالكم أنتم أخوتي باش كتوصلوا الصوت. البارح كنتو كتبارطاجيو معنا، ها هو الرموك وصل.
اجوا تشوفوا وليدات المغاربه علاش قادك. البارح درت نداءات هرمايك واجدين غيمشيو عند خوتنا المغاربه. شوف واش دابا كاين، واش غتلقى شي شعب بحال هذا الشعب؟ والله ما تلقاه، والله ما تلقى شعب بحال هذا الشعب هذا، قسما بالله ما تلقاه. شوفوا انا قطعت مسافه وكنحاول لان نقربكم بطبيعه الحال من هذه الانجازات. انا كنقول هذا انجاز كبير. شوفوا شوفوا هرمك الثالث جاهز، ها هو يعني وصل الصوت ديال البارح، وصل انا غنزل لعندهم، وصل الصوت ديال البارح. شوفوا يعني الدراري اللي مرابطين وكيباتوا هنا، راه الدراري عاد فاق، هو عاد فاق البارح كيقول لي عافاك السي منصف دير لي نداء بغينا نرموك واحد اخر، ها هو غيقول بالصوت ديالو وهو غيقربكم. حتى انا غنزل دابا، خليكم معايا لا بارطاجيو لي هذا اللايف، خليكم معايا. انا غندير الدور ديالي كما كيفاش كيديروه يعني الخوت. انا كندير معكم الدور ديالي بطبيعه الحال، وانا معكم دائما في بث مباشر، ما كنديرش بث مباشر كيبين الواقع. بارطاجيو لي هذا اللايف واجوا تشوفوا، اجوا تشوفوا المغاربه علاش قادين، اجوا تشوفوا الوليدات ديال الشعب علاش قادين. بعد النداء اللي درناه البارح كنطالبوا برموك ثالث، جا رموك ثالث. إذا قلت معكم دائما في بث مباشر متابعينا مشاهدينا الكرام، الرموك الثالث هو وصل. تحياتي لكم، صباحكم مبروك. كي دايرين شويه بخير؟ هذا الثالث ياك، هذا الثالث، ها هو الثالث جاهز الحمد لله باش ينطلق. كما قلت البارح كانوا جوج وكنتم متبعين معايا، وكنقولوا خصنا هنا على مستوى حي طارق في المدارة ديال حي طارق، كنقول لكم مازال خصنا الرموك الثالث. ها هو الحمد لله جا، وهو عمر. دابا كنشتكم بالرموك الرابع وبالرموك الخامس ان شاء الله باذن الله. لما لا، شوفوا الفراش، شوفوا المغاربه يعني فكروا يعني في البرد، فكروا في خوتنا المغاربه بان راهم كاين البرد، كاين يعني المعاناه هناك. فانتم كتشوفوا الكرم والجود والسخاوه ديال خوتنا المغاربه بطبيعه الحال. يا ربي يا ربي، شوفوا يعني هذا الشيء يعني كيفاش غدير توصفه؟ ما عندك كي دير توصف هذا الخير، ما عندكش كي دير توصف هذا الخير. هذا خير، هذا شرف، هذا شرف للمغاربه، هذا شرف باش نشوفوا يعني الرمايك غاديين مشحونين، ثلاثه ديال الرمايك لربما غنشوفوا فوقاش غيكون انطلاقه وغنكونوا معاهم بطبيعه الحال. شوفوا عباد الله كله فراش، هذا لربما كله فراش. اذا الرساله والصوت وصل. البارح ملي كنت كنادي وكنقول خوتي المغاربه الله يحفظكم محتاجين الرموك الثالث، ها هو. شوف 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 الناس ديال الخير بالبارطاج ديالكم بالتفاعل ديالكم، فقدرنا على اننا نوصلوا للرموك الثالث. هو هذا كما كتشاهدوا معنا، الرموك الثالث جا وصل، وعمار دغيا عمر ومازال السلعه في الارض. اذا حنا الان مطالبين بتوفير الناس ديال التروسبور يوفروا لنا الرموك الرابع والرموك الخامس. نتمنى على انكم تلبيوا النداء اخوتي العزاز وتبارطاجيو لنا هذا اللايف على اوسع نطاق. مازال الخير كاين في البلاد، مازال الخير كاين في المغرب، راه الخير ما انقطعش، مازال الناس اللي كيديروا الخير، ومازال الناس بطبيعه الحال اللي كيقدموا الغالي والنافس. خليكم معايا انا غنرجع في لايف دابا بخصوص هذا الرموك الثالث، لان بطبيعه الحال نديروا لهم لايف ديالهم بوحدهم. خليكم معايا.